ضغط قضايا استيراد الغاز من كان الاحتلال والمخدرات وتعديل المناهج المدرسية والأوضاع المعيشية للمواطنين على مناقشة النواب في الجلسة المسائية الثلاثاء في الثالث للبيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي. وطلب نواب من الحكومة البحث عن بدائل لحل مشكلة الطاقة بعيدا عن استيراد غاز من كيان العدو، كما ركز نواب على مشكلة المخدرات التي بدأت بالانتشار ما بين الشباب، كما يقول النواب مطالبين من الحكومة مكافحة المخدرات بكل حزم وبلا هوادة. وطلب نواب وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في تعديل المناهج وخاصة مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية. بالتعليم تتقدم الدول وتبني كرامتها وعزتها وسيادتها، لذا أطالب الاستمرار في تحديث المناهج بما ينسجم مع ديننا الحنيف وتقاليدنا الحميدة، وكذلك وضع خطة لبناء مدارس جديدة أو إضافة صفوف للمدارس القائمة حاليا وتحديثها لتكون ملائمة للتدريس، وكذلك تأهيل المعلمين وتحسين أوضاعهم، وأطالب بزيادة نسبة القبول في الجامعات الحكومية لأبناء العاملين واعتبارا من هذا العام، وكما علم من معالي الوزير كأنه تم زيادة النسبة هذا العام وآمل رفعها ما أمكن. تطالبنا الحكومات دوما بحلول اقتصادية غريبة كان آخرها اتفاقية الغاز مع شركة إسرائيلية، وبعيدا عن مساس هذه الاتفاقية بشروط السيادة الوطنية وإجبارنا في الاستسلام للضغوط الدولية، فإن الاتفاقية تعبر عن فقر الحكومات في البحث عن مصادر بديلة للطاقة ومصادر متعددة لاستيراد الغاز. وفي هذا السياق، أين كلام الحكومة عن الطاقة المتجددة؟ ألا تكفيكم شمس الأردن لتقتنعوا بأن لدينا الفرصة؟ ألم يجبركم عجز الموازنة بسبب فاتورة الطاقة للاستثمار في الشمس والرياح علنا نخفف بعض التحديات في هذا المجال الحيوي في مجالات الحياة؟ سعادة الرئيس، لقد سعى مجلس النواب السابق لدمج العديد من المؤسسات التي كانت تفصل الأشخاص معينين ولا تكون تابعة لوزراء، وهنا نحن نجد أن الحكومة الحالية قامت بإلغاء رئاسة مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون من وزير الإعلام وإناقة برئاستها بالسيد جورج حواتمة. فالسؤال المطروح عندما يخطو رئيس مجلس الإدارة، كيف تتم مساعدته ومحاسبته؟ وسأريك هناك بعض التعيينات يا دولة الرئيس بالصور الموجودة لدي، ستكون أمانة بيني وبينك، لابد أن يكون هناك وزير حتى تتم مساعدته تحت هذه القبة. هناك العشرات من الموظفين العاملين في التلفزيون الأردني تحت بند شراء خدمات منذ سنوات طويلة، ويعرفهم معالي الوزير المحترم ويعملون بكل تفاني وإخلاص. أطالب دولة الرئيس بتثبيت هؤلاء العاملين وتقديم كل الدعم لهم، فهم عمال وطن من عوامل قوة الدولة وإبراز صورتها في أحسن صورة. ذهبت حكوماتنا في السنين العشر الأخيرة على خلق الاكتئاب، حيث تميزت الحكومات الأردنية بنظرة سادية للناس تحت مبدأ الواقعية والمكاشفة، لا تتحدث إلا عن المصاعب والمصائب والتحديات وضرورة رفع الأسعار، وهذا أمر يترك أثرا سلبيا على الوعي الجمعي للناس، حيث يسود التشاؤم على المناخ العام ويؤدي إلى حالة اكتئاب عامة وخلق اليأس في قلوب الشباب وانعدام الرؤية المستقبلية. كان أجدى أن تتحدث عن نيتها في خفض ضريبة المبيعات ولو مستقبلا، أو عن دراسة لتحسين الرواتب بشكل عام، أو عن قدرتها على تطوير الثروات الوطنية وزيادة الصادرات، أو تشريعات جديدة ونوعية تحفز الاستثمار، ليس لها إلا لغة الظروف الصعبة. لقد استمعنا جميعا إلى بيان الحكومة والرد على خطاب العرش السامي، والذي تطلب الحكومة على أساسه ثقة مجلسنا الموقر، ومن نافلة القول إن هذا البيان يكاد أن يكون مكررا ولكن بقوالب مختلفة عن غيره. فالبيانات عبر تعاقب الحكومات في الحياة السياسية في الأردن لو طبقت هذه البيانات لمثلت واقعا ملموسا ولهجا متبعا لكنا في ظله من الأمم المتقدمة. فالحديث
إمكانات الدولة والحكومة لتوفير مجتمع آمن ومستقر يعيش فيه المواطن حياة كريمة وتقدما اجتماعيا وتنمية مستدامة تحقق نموا اقتصاديا ملموسا فضلا عن الالتزام بتطبيق وترسيخ الحريات العامة. لا يجب المساس بقوت المواطن الأردني، ولا بد من الإصلاح الاقتصادي بطريقة لا تمس جيب المواطن الأردني من خلال مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين وإعادة هيكلة سلم الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب خيالية أسهمت في استنزاف من المال العام. ويجب على الحكومة بذل جهد اتجاه جيوب الفقر وأخذ بعين الاعتبار بأن المواطن والاقتصاد الأردني يئن، إذ يعلم الجميع أن ما يقارب 70% من الشعب الأردني يعيش دون خط الفقر، ويجب إيجاد طرق بديلة من دون اللجوء إلى جيب المواطن، وهذا ما أخشاه. يفرض علينا جميعاً تغليب مصالح الوطن وتلمس نبض الشارع الأردني، وأن نكون معاونين لهذه الحكومة التي نكن لرئيسها كل الاحترام لما يتمتع به من نزاهة واستقامة، آمنين أن تكون عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية، وأن تبادر إلى الإصلاح في مختلف جوانبه بكل عزيمة وإصرار. فلقد عانى الأردن من أخطاء حكومات سابقة ترتب عليها الكثير من الأزمات والاحتقانات، وإذا كانت الحكومة في عهدها الجديد مبادرة في الخروج من عرق الزجاجة ضمن برنامج إصلاحي مدروس يتجاوز الأطر التقليدية، فعليها أن تعمل بكل شفافية، وأن يكون كتاب التكليف السامي نبراسا لها، وأن تسبق أفعالها أقوالها. كما جاء في البيان بأن المواطن هو هدف التنمية وأداتها، وأن الفقر والبطالة هاجسها وشغلها الشاغل، وهذا كلام جميل جدا ويدغدغ العواطف ويفتح شهية العاطلين عن العمل ويدفعهم للتفاؤل. ولكن هل الحكومة قادرة وجادة بما تقول؟ أشك في ذلك، حيث أننا لا نرى إلا رفع أسعار وتفنن في زيادة الضرائب والتي يتحملها للأسف الشديد المواطن المنتمي المخلص الذي لا حول ولا قوة له، ويتكسب من خلالها أصحاب المصالح الكبرى المتاجرين بقوت المواطن. فالجميع يدفع ضريبة المبيعات ويتم تحصيلها من قبل التاجر وتذهب لجيبه، ولا يذهب منها لخزينة الدولة إلا الجزء اليسير. ورد في البيان الوزاري سعادة الرئيس أن الحكومة أنجزت جميع الأنظمة اللازمة حتى تتمكن الهيئة المستقلة للانتخاب من إجراء الانتخابات البلدية في صيف عام 2017، بينما صرح معالي أمين عمان الكبرى غير مرة أن الحكومة ستتقدم إلى مجلسنا الكريم بقانون خاص لانتخاب أعضاء مجالس أمانة عمان، ما يعني أن الإطار التشريعي والأنظمة ما زالت غير مكتملة. وبفرض أن مجلس النواب سينظر بقانون خاص لأمانة عمان، فإن المواقيت الدستورية قد لا تسلف الحكومة.